بتكوين حكومة ترضي الشعب السوداني وتلبي طموحاته كما انحازت للشعب، إن شاء الله يكمل الثورة المجيدة. نحن الأولى بالأولى إنه فترة الانتقالية نعيد المجلس العسكري يمسك الفترة الانتقالية لهين ما انتخابات يقوم، لو دايرين يعملوا حكومة مدنية يعملوها ما في مشكلة كده، لكن نحن عشان تفادي الشعب السوداني من مشاكل بنعيد الحكومة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، هي أولى تحفظ الأمن للسودان وحفاظا على أرواح السودان. ومعانا نحن إدارة الأهلية مزؤوم من قبائلنا، أي زول مش قادر يسيطر على إدارة أهلية على أهله. نحن الحقيقة تأييدنا للمجلس العسكري يحسم الأمر في هذه المرحلة، لانه الاحزاب حتجي بعد الانتخابات ودي مرحله حساسه وما دايرين نصل كما وصلت بعض الدول. نحن الحقيقه حريصين في انه نكون شعب واحد وامه واحده وما يكون فتاك لحد ما تجي الانتخابات، وزي ما بقول المثل الحشاش يملى شبكته ان شاء الله، وبعد ذاك الكل زول الحزب الفاز اللي هو يكون حاكم. نحن ان شاء الله في الاداره الاهليه الان مع المجلس العسكري، الان في هذه اللحظه مع العسكري. لما؟ لانه احتقن الدماء و وفر كثير جدا من إراقة الدماء للشعب السوداني. السيد الرئيس طبعا برهان قال 9 شهور، ولكن الآن علينا كإدارات أهلية دايرين البيان الأول اللي قال سنتين، يكملوا سنتين على أساس إنه الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والطرق الصوفية وحتى أبناء الحركات ديل يجهزوا نفسهم للانتخابات القادمة. نحن حقيقة بنمثل المدنيين والعسكريين، العسكري ولدنا والمدني برضه ولدنا، لكن عشان السودان تخرج لبر الامان الان العسكري عنده مقدرات لحفظ الامن، جينا نقف معاه في الظروف الحرجه الى حين انتخابات حره ونزيهه وشفافه. الان هنالك في حركات مسلحه لا زالت ما دخلت الوطن، الفتره اللي خليها للمجلس العسكري عشان يدخل الحركات المسلحه والمجتمعات الاخرى ومن ثم انتخابات حره ونزيهه، الذي صاحبه الحق هو ياخذ الحكم، نحن ما عندنا مانع. اعلن المجلس